بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بتدبيرة فيما يخص طاولة الأكل. كيما أنا لهنايا جاوني ضياف وكي حطيت لهم الماكلة، كاين اللي حطوا ديراكتومون الأكل يكون سخون ديراكتومون فوق لا ناب، كانت محطوطة على ناب، حطوا الأكل ديراكتومون. هاي ليك صرات لهنايا، أنا كنت نخدم فيها، كانت هنا كبيرة بزاف، هنايا تحرقت كيما نقولوا لاطابل لهنايا تحرقت لي وولات فيها هاد لاطاش. مهما درت مسحتها، درت هذاك لو برودوي، سييت كامل الوسائل باش نحيها، ما قدرتش. وفي الاخير صبت طريقه سهله بزاف، واللي هي انك تحكمي هكذا الميكوات. هاي ليك سخنيها مليح مليح، احمي الميكوات تاعك عادي اللي نكويو بها الملابس تاعنا كيما نقولوا الحديده، وحطيها هنايا. حكمي تانيك تليق، انا هنايا نسيت مسحتها، راهي نشوفها نشف قبل مليح هكذايا. ومن بعد واش ديري؟ ماذا بك لو كان يكون هكذايا تعقطينه، التليقه هذه تكون تعقطينه كيما تريكو هكذا، يكون عندك قديم ولا تاع ولادك، وحطيه ديريكتومون فوق لاطاش هذيك. هاي ليك، والحديده تاعك تكون سخونه اللي هي الميكويل، وقعدي تحددي فوق لاطاش هذيك. هاي ليك شوفي بسهولة تبدأ تنحى. هاي سي حدديها حتى تحصلي على نتيجة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش بدأت تروح، قاعدي تحددي حتى تروح لك كومبليتمون هكذا. لا طحتو في انكا كيما تاعي هكذايا، تقدروا تسلكوا رواستيكم وهكذا ما تفقدوش الطابلة تاعكم. هاي شوفوا كيفاش رجعت، مازالت لهنا امتيطاش. دوك نزيد نحيها، قعدي هكذا تحددي فيها وشوفي النتيجة. هاي ليك شوفوا راحت كامل هكذا. قلت نديرها معكم تدبيرة حتى لا طحتوا في نفس المشكل اللي طحت فيها هنايا، تقدروا تحلوا المشكلة وما تفسد لكمش لاطابل تاعكم. وفي الاخير مسحيها، تحبي تلمعيها لمعيها هكذا، حطي برودوي لي موافات تلمعي به الطاولة تاعك ولمعيها. هاليك حطيت اون طاش تاع البرودوي وشوفوا كيفاه تولي وكانك شريتيها جديده. ان شاء الله تكون عجبتكم التدبيره تاع نهار اليوم واستفدتوا منها. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.